هذا السائل يقول هناك حديث فيما معناه بأنه لا يحل للمرأة أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها، فما هو شرح هذا الحديث جزاكم الله خيرا؟ هذا الحديث يصح أن من وضع ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر، هذا إن صح. فالمراد أن المرأة تضع ثيابها في حال يخشى أن يطلع عليها من لا يحل له الاطلاع عليها. نعم.